الطريق إلى التخلف العقلي، يبدأ بضغط الأم والابن على الأب المسكين، ثم شراء الأجهزة الذكية، ويترك الطفل دون حسيب ولا رقيب، والنتيجة فرط في الحركة، فغرة زائدة، أذية أخوانه وأصحابه، وينتهي الأمر إلى مراجعة الطبيب النفسي. عشان كذا خليك شجاع ولا تضعف عند دمعة الطفل وإصرار أم غير مدركين لعواقب طلباتهم.